في الفيديو ده هتناقش معاكم عن كل اللي احنا عاوزين نشوفه في جزء ميراج الجديد، علشان الجزء ده يكون افضل من الثلاثيه الاخيره ويحقق لنا كل اللي احنا عاوزين نشوفه في السلسله من سنوات طويله. فيلا بينا. انا بدات العب Assassin's Creed في سنه 2011، وكان اول جزء ليا هو Assassin's Creed Brotherhood. ومن وقتها وانا بلعب كل اجزاء Assassin's Creed والاضافات بتاعتها، وكمان قرأت كل الكوميكس والروايات، وعشت سنوات طويلة مع Assassin's Creed. ورأيي في الفيديو ده هيكون مبني على كل السنوات دي، وأحب برضو أعرف رأيكم انتوا كمان في كل اللي هقوله. أول حاجة نفسي أشوفها في جزء ميراج الجديد، وهي أن باسم يكون هو باسم اللي ظهر في جزء فالهالا، لأن باسم اللي شفناه في جزء فالهالا كان فعلا شخصية مميزة، وكان دارس كل شيء بيعمله ومتأكد منه، وخايف جدا ان شخصية باسم في جزء ميراج تكون ضعيفة، لان زي ما انتوا عارفين ان باسم هيظهر في الجزء ده وهو لسه في شبابه، وانا ما عنديش مشكلة في ده، لكن اتمنى ان الشخصية تتطور على مدار الجزء. يعني حتى لو شخصية باسم هتكون ضعيفة في اول الجزء، فانا عاوز اشوف باسم وهو بيتطور لحد نهاية اللعبة، ويكون هو نفسه اللي شفناه في جزء فالهالا. تاني حاجة نفسي اشوفها في جزء ميراج، ان اللعبة تركز على الصراع ما بين الاساسنز والتمبلرز او المستترين وتنظيم القدماء، لان الكلام ده احنا شفناه في جزء روج اللي كان فيه تركيز كبير على الصراع ما بين الاساسنز والتمبلرز، فانا عاوز اشوف الكلام ده برضو في جزء ميراج، خصوصا ان جزء ميراج جزء صغير شبه جزء روج، ومش عاوز الاحداث التاريخية اللي حصلت في الفترة دي تاخد مساحة كبيرة اكتر من الصراع ما بين الاساسنز والتمبلرز. تالت حاجة نفسي اشوفها في جزء ميراج، ان اللعبة تحسسني فعلا انها شبه الاجزاء القديمة ومش مجرد كلام، لان في شيء مخوفني جدا من اللعبة، وهي ان اسلوب القتال هيكون شبه اسلوب القتال اللي موجود في الثلاثية الاخيرة اللي هما اوريجينز واوديسي وفالهالا، وبنسبة كبيرة هيكون شبه اسلوب القتال اللي موجود في جزء اوريجينز، وده مخوفني جدا لان اكتر حاجة كانت مميزة بيها الاجزاء القديمة هي اسلوب القتال. فاتمنى ده ما يأثرش على الكلام اللي وعدتنا بيه يوبيسوفت بان اللعبة هتكون شبه الاجزاء القديمة. اخر حاجة اتمناها من جزء ميراج ان الجزء ده ما يتأجلش، لان مفيش اي اخبار جديدة عن اللعبة من وقت الاعلان عنها، يعني عدى اكتر من شهرين على اعلان Assassin's Creed ميراج بدون ما ينزل اي اخبار جديدة عنه، وعلشان كده انا خايف ان اللعبة تتأجل. وللعلم ان المسرب قال ان احتمال كبير اللعبة تصدر في شهر يونيو القادم اللي هو هيكون شهر 6، ولو اللعبة ما تأجلتش فأتمنى أشوف اللعبة من غير أي جليتشات أو أخطاء برمجية، لأن جزء فالهالا كان مليان بالجليتشات بالذات لما لعبتها في يوم الإصدار، ودي كانت كل أمنياتي من جزء ميراج الجديد. وأنا برضو عاوز أعرف إيه اللي نفسكم تشوفوه في جزء ميراج علشان نتناقش مع بعض، وبشكركم جدا على دعمكم، وأشوفكم في فيديو جديد.